السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. أنت عارف النهاردة إن شاء الله على المراجعة النهائية للحاسب الآلي الصف الثالث الثانوي مدارس التمريض. يلا بينا. عند أول امتحان معايا هو بيقول لي لطباعة عرض تقديمي من قائمة فايل، هنختار الأمر طبعا طباعة، يبقى هنختار الأمر إيه؟ برنت. طيب لإدراج صورة من قائمة انسيرت نختار الأمر بيكتشر. لإنشاء عرض تقديمي جديد من قائمة فايل طبعا هنختار ايه؟ نيو جديد. تمام. رقم 4 لحفظ عرض تقديمي من قائمة فايل، حفظ يبقى هنختار سيف، طبعا لو سيف از يبقى سيف از اول. رقم 5 برنامج يستخدم في عمل العروض التقديمية، هو الباوربوينت اللي احنا بندرسه، ودي احد مكونات حزمة مايكروسوفت. لنسخ شريحة من العرض التقديمي استخدم الأمر طبعا كوبي. هذه 6. رقم 7 مجموعة من الصفحات الإلكترونية مرتبطة ببعضها البعض، ده موقع الويب أو الويب سايت، أهو رقم 7. رقم 8 شبكة حاسب تغطي مساحة جغرافية صغيرة اللي هي اللان، لوكال اريا نتورك. السؤال اللي بعده، لا يمكن التحكم في اسلوب وسرعه عرض العرض التقديمي، طبعا ده غلط، انا بتحكم في كل حاجه في العرض التقديمي. برنامج باوربوينت من البرامج سريعه التعلم والاستخدام، طبعا صح، وده من اهم اللي الوسائل بتاعته او الوظائف بتاعته. من مميزات استخدام البريد الالكتروني سرعه ارسال الرسائل واستقبالها، طبعا انت بتبعت الرسائل في ثواني بتوصل للمستخدمين بتاعته. السكرتير الالكتروني طبعا ده التعريف بتاع اوتلوك، حيث يقوم بعرض المهام اليوميه وتحديد المواعيد، طبعا صح. يمكن أن يتواجد في شبكة واحدة أكثر من خادم، أكيد طبعا. السرية من أبرز عيوب الشبكة في الكمبيوتر، إزاي؟ طبعا غلط. لا يمكن تخطيط الشريحة في العرض، طبعا أنا عندي اللي أوت، غلط. من فوائد شبكات الحاسب مشاركة الملفات والبرامج، الملفات والبرامج طبعا صح. أوقات بيجي يقول لي يمكن مشاركة البرامج بس ما ينفعش الملفات، يمكن مشاركة الملفات بس ما ينفعش البرامج. لا يستطيع المستخدم إضافة صور في العرض، طبعا غلط، ده هو في الأساس قائم على الحركة والصور. يمكن إلغاء الشريحة بالعرض عن طريق تنشيطها، يعني إن أنا أضغط عليها والضغط على زر ديليت ملف مفتوح، طبعا صح. السؤال بعد، من الخدمات التي يقدمها الإنترنت، إيه الخدمات اللي بيقدمها الإنترنت؟ كتير جدا. رقم 1 التعلم، رقم 2 الحوار والدردشة، رقم 3 التجارة الإلكترونية، الداونلود أو إنزال البرامج، دي كلها من الايه؟ الحاجات اللي بجدها. طيب بقول لي هنا ارتب الخطوات البحث لما اجي ادخل عن دور الممرض في المستشفيات، لما اجي اعمل هعمل ايه؟ اول حاجه بتقول لي هنا اختار الموضوع ولا تظهر النتائج، طبعا تظهر النتائج دي في الاخر خالص. داخل مربع البحث هنكتب، طب انا رقم 1 احدد اللي هو محرك البحث بتاعي او الموقع البحثي بتاعي اللي هو هنا مثلا ايه، مختار كلمه جوجل. طيب بعد ما احدد الموقع بتاع البحث هكتب جواه الايه؟ الكلمة أو الموضوع المراد، وهنا رقم 2 بيقول لي هيظهر النتائج، أكيد أنا هكتب كلمة البحث يبقى هتظهر النتائج. بعد كده رقم 4 أختار الموضوع اللي أنا عاوزه اللي هو دور الممرض في المستشفيات. آدي الترتيب. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا هيئة الشبكة التي يتم فيها توصيل كل جهاز بكافة أجهزة الشبكة مباشرة بكابل مستقل، تسمى طبعا الفول مش تكنولوجي توبولوجي اللي هي الهيئة كاملة. يمكن أن تحتوي الشريحة في الباوربوينت على إيه؟ رسم ولا صوت ولا صورة، طبعا تحتوي على كل إيه؟ الحاجات دي. البروتوكول TCP/IP طبعا ده موجود في الشبكات الواسعة أو الوان، ولكن كان في ملحوظة بيقول لي إن هي تستخدم أرضا في المحلية وبالتالي تستخدم في كليهما أو كلاهما. لطباعة الشريحة الحالية نختار أمر برنت من قائمة، طبعا البرنت في كل البرامج من قائمة ايه؟ فايل او ملف. في برنامج الاوتلوك لارسال نفس الشريحة لمجموعة مستلمين خلاف المستلم الرئيسي. طبعا هنا المفروض ان انا عندي في حاجتين في الايه؟ في الارسال. في عندي امر اسمه الريبلاي وفي الفورورد. الريبلاي يعني الرد على الرسالة لنفس الشخص. الفورورد هو الارسال لمستلمين مختلفين عن الاولين، يعني واحد بعت لك رساله فانت عاوز تبعتها لواحد تاني خالص، يبقى ده الامر اللي اسمه فورورد. لكن لو انت عاوز ترد عليه بختار ريبلاي، طبعا هنا مش في ولا ديت ولا ديت.
هو المفروض ان هي تبقى فورورد. طب هو بيتكلم على الاختيارات، يبقى هنا انا ممكن ابعتها له عن طريق طبعا 2 دي عن الموضوع، سي سي عن نسخه كربونيه، بي سي سي اللي هي نسخه مخفيه، المفروض ده مش اي حاجه هنا خالص، بس تنفع سي سي وتنفع بي سي سي، لكن 2 ديت يعني ايه موضوع. يبقى هنختار ايه كل ما سبق، لان ايه الاختيار هنا المفروض فورورد. الاحتفاظ بالرسائل مده طويله احد مميزات طبعا ايه، طبعا احد مميزات الايميل اللي هو البريد الالكتروني. السؤال اللي بعده بيقول لي اعد كتابه الجمل، هو حاطط هنا خط تحت الامر الغلط وعاوزك ان انت تصح. يمكن اضافه شريحه الجديده للعرض التقديمي من قائمه، هو هنا كتب الامر بتاع العرض القائمه الجديده اللي هو نيو، لكن هنا من قائمه ايه بضيف؟ من قائمه انسيرت او ادراج. السريه معناها توحيد المصدر، طبعا السريه مش السريه معناها ان انا اخبي عن حد، لكن توحيد المصدر ده المركزيه. الشبكه الواسعه تغطي مساحه جغرافيه صغيره، طبعا غلط ديت اللان الشبكه المحليه، اما الواسعه تغطي مدن ومحافظات. الهب يستخدم لربط شبكتين او اكثر بما لهما من بيانات، طبعا ديت شبكه الكمبيوتر. زر ستوب في المستعرض الانترنت يقوم باعاده التحميل، لو انت الصفحه بتاعت الانترنت مهنجه معاك فبتضغط على اللي هي العلامه اللي هي شكلها كده، العلامه دي اسمها ايه؟ اسمها ريفرش. صندوق الوارد في الاوتلوك هو دفتر تسجيل به اسماء وعناوين، طبعا ده دفتر العناوين، دفتر اللي فيه الاسماء والعناوين ده اسمه دفتر العناوين. السؤال اللي بعده اذكر 3 انواع كابلات المستخدمه في شبكات الحاسب، طبعا انا عندي الكابلات المتحده المحور المزدوجه الالياف الضوئيه، وهي افضل طبعا حاجه الالياف الضوئيه. اذكر 3 وظائف لكارت الشبكه، طبعا انا عندي كتير، رقم 1 اعداد البيانات المراد ارسالها، بنعد البيانات اللي هتنبعت للشخص الثاني على الشبكه، ارسال البيانات بعد ما عدينا البيانات يبقى اعداد البيانات، ارسال البيانات بقى للجهاز الثاني، استقبال البيانات المرسله او الوارده، يعني انت هتبعت اكيد هتستقبل، التحكم في تدفق البيانات. طيب لحفظ العرض التقديمي وتشغيله على جهاز لا يحتوي على باوربوينت، طبعا المفروض ان انت عاوز ان انت تشغل برنامج يبقى لازم يكون عندك البرنامج. بقول لا في طريقه ان انا ممكن اشغل باوربوينت بس مش يكون عندي باوربوينت. ديت الباك جو او اللي هي الحزم والذهاب، دي طبعا بيبقى من قائمه فايل او قائمه ملف، بختار اللي هو حزمه اللي هي ديت، وبالتالي بينشئها لي في شكل حزمه او اسطوانه تعليميه. يبقى حفظه تشغيله بحيث لا يحتوي والجهاز مش عنده باور بوينت، ديت الباك اند جو اللي هو الحزم والذهاب. الامتحان اللي بعده بيقول لي قم بتصحيح ما تحت خط برضه. لادراج تعدد او تعداد نقطي في برنامج الباور بوينت من قائمه ايه نختار بوليتس اند نمبرينج، طبعا ديت من قائمة التنسيق فورمات. لإنشاء بريد إلكتروني لأول مرة، مش إن أنا هدخل على الحساب، لأ ده أنا عاوز أول مرة، يبقى بضغط على ساين أب، تسجيل دخول، ساين أب. في برنامج المايكروسوفت أوتلوك يستخدم دفتر نقط لاستقبال البريد الوارد، أنت في البريد عندك بتستقبل البريد في جيميل ولا فين؟ على الإنبوكس طبعا هو البريد الوارد. لإدراج ألبوم صور، البوم صور اي كلمه ادراج على طول قائمه الادراج اللي هي انسرت. ايه هي الخدمات اللي بيقدمها في شبكه الانترنت؟ يكتفي الثلاثه طبعا احنا قلنا كذا مره، البريد الالكتروني الحوار والدردشه التعلم الترفيه التجاره الالكترونيه الداونلود. السؤال اللي بعده بيقول لي اكمل، عباره عن ملف يحتوي على مجموعه من الشرائح التي تم اعدادها بواسطه الباور بوينت، طبعا ده عرض تقديمي او اسمه برزنتيشن، عرض تقديمي او البرزنتيشن. لفتح العرض التقديمي من قائمة فايل هنختار يعني الأمر اللي اسمه Open. في برنامج ام مايكروسوفت أوتلوك قائمة نقط تحتوي على المجلدات، دي طبعا قائمة المجلدات، قائمة المجلدات هي اللي بتحتوي على المجلدات. طيب من مزايا الشبكات الكمبيوتر طبعا السرية والمركزية والمشاركة، مشاركة ومركزية وسرية، 3 حاجات. بيقول لي اذكر تعريف كل من الشريحة الرئيسية أو الماستر سلايد، طبعا الشريحة الرئيسية دي الشريحة اللي بيتم منها تخطيط العنصر بتاع الباوربوينت أو اللي احنا بنعمل منه القالب بحيث يحافظ على الشكل بتاع التنسيق، يعني زي ما أنا عامل كده الشرايح كلها واخدة اللي هو التنسيق دوت أو البرواز ده وشكل خط وكلام من ده، فديت اللي بيعمله الإيه؟ الشريحة الرئيسية. طيب رقم 2 مفهوم الشبكة، طبعا هي عبارة عن إيه؟ اتصال جهازين أو أكثر بتاع
تبادل البيانات ايه بينهم واستفاده بالمزايا اللي هي طبعا اللي احنا قلنا عليها، اللي هي المزايا اللي هي المشاركه والمركزيه والسريه. طيب رقم ثلاثة، مستعرض الانترنت او البراوزر. طبعا البراوزر ده او مستعرض الانترنت ده برنامج بيتم من خلاله استعراض الايه الانترنت او المعلومات الموجوده على مواقع الويب. برنامج، تعريف برنامج المايكروسوفت اوتلوك، ده طبعا اللي هو السكرتاريه الالكترونيه، وده اللي بيقوم بالمهام اللي موجوده فيها، وده واحد من مكونات حزمه شركه مايكروسوفت. السؤال اللي بتحل بعده بيقول لي هنا، معلش لسوء الجوده، لا يمكن في برنامج الباوربوينت التحكم في سرعه الشرائح. طبعا غلط، ممكن ان انا اتحكم في كله. يستخدم الباوربوينت في عمل عروض تقديميه، طبعا صح. من انواع البيانات بالشريحه الرسوم البيانيه فقط، ده طبعا ده انا عندي حروف وكل حاجه واصوات وكل حاجه وارقام وكلها. امكانيه التحكم في الالوان وانواع الخطوط المستخدمه، او طبعا صح. لا يمكن التعديل في البوم الصور، غلط طبعا، انا بدرج البوم الصور من قائمه انسرت وبعدل فيه من قائمه فورمات. السريه من ابرز عيوب الشبكه، احنا قلنا من مميزات الشبكه، يبقى غلط. البروتوكول من عناصر الاتصال المادي، طبعا كلمة مادي معناها ان هو حاجة ملموسة، لكن ده البروتوكول دي قواعد الاتصال، يبقى ده اتصال منطقي، يبقى غلط طبعا. شبكة الكمبيوتر هي اتصال جهازين كمبيوتر على الأقل، طبعا صح. يمكن البيع والشراء من خلال الإنترنت، طبعا صح، ديت اللي هي الميزة من المزايا اللي هي عبارة عن الإيه؟ التجارة الإلكترونية. يمكن إنزال البرامج المتعلقة بالإنترنت إلى الكمبيوتر الخاص بك عن طريق الابلود. هنا بقول لي كلمه ايه انزال، انزال برامج، يعني ان انت هتنزل من الانترنت الى الكمبيوتر زي ما قال لي. وبعدين بقول لي عن طريق الخاصيه اللي اسمها ابلود، ابلود يعني انت بترفع من جهازك للانترنت، يبقى هنا طبعا غلط، هي عن طريق الداونلود، انزال يعني داونلود. طيب السؤال اللي بعده بقول لي لطباعه العرض التقديمي من قائمه فايل ثم ننقر فوق برنت، لإضافة حركة للنص من قائمة طبعا سلايد شو، نختار الأمر أنيميشن شيمس، أنيميشن شيمس. حفظ العرض التقديمي من قائمة فايل، هنختار سيف إز. المصطلح NOS، إيه NOS ده؟ NOS طبعا اللي هو بيتكلم عن أنظمة التشغيل الخاصة بالشبكات. المصطلح إيميل، إيميل ده اللي هو البريد الإلكتروني. جهاز لإدارة التدفق البيانات عبر أجهزة الكمبيوتر والخادم، طبعا ده جهاز التوزيع. مجموعة من الصفحات الإلكترونية، ده موقع ويب، عبارة عن إيه؟ مجموعة من الصفحات. السؤال اللي بعده بيقول إيه هي خصائص البرنامج بتاع الباوربوينت؟ طبعا في عندي خصائص كتير، قلت منها من ضمنها رقم واحد إعداد العروض العرض التقديمي، استخدام المعالجات وقوالب التصميم، التحكم في الألوان والخطوط، التحكم في سرعة عرض الشرائح. لا يحتاج البرنامج قدرات خاصة للتعلم، يعني البرنامج سهل التعلم. إيه هي مزايا الشبكة؟ قلنا السرية والمشاركة والمركزية. الخدمات اللي هتقدمها شبكة الإنترنت، طبعًا بيقول لي ثلاثة فقط، قلنا التجارة الإلكترونية والبريد والحوار والداونلود والترفيه زي ما أنت عاوز. المتطلبات التي يجب توفرها للاتصال بشبكة الإنترنت أو الاتصال بالإنترنت، طبعًا هنا ما قالش كذا واحد، يبقى لازم أقولهم كله. رقم واحد طبعًا عشان أتصل بالإنترنت لازم يكون عندي جهاز كمبيوتر، رقم اثنين لازم يكون عندي نظام تشغيل، يعني عليه ويندوز مثلًا. نظام التشغيل ويندوز ده نوع من انظمه التشغيل. عليه خط تليفون اللي انا هستقبل من خلاله الاتصال. طبعا خط تليفون، مودم، جهاز توجيه اللي احنا بنقول عليه الراوتر. طبعا الراوتر يعتبر جهاز توجيه وجهاز توزيع في نفس الوقت. تمام؟ او الربط. طيب مقدم الخدمه، انت بتروح السنترال عشان تاخد خدمه الانترنت، يبقى مقدم الخدمه اللي هو اي اس بي. سيرفر بروفايدر. بعد كده عندي كمان السؤال اللي متحل بعده، بيقول لي يستخدم برنامج الباوربوينت في عمل عروض تقديميه، طبعا صح ماشي. جميع برامج حزمه اوفيس تشترك في منطقه عمل وورك، هنا واحده، هنا بيقول لي جميع البرامج يعني برنامج الاكسل والوورد كلهم لهم نفس الواجهه. طبعا انتم شايفين هنا الواجهه بتاعت السلايد او الشريحه عامله ازاي. في الاكسل كانت بتبقى عباره عن شكل كده ايه، جدول او خلايا، يبقى هل كل منطقه العمل او المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها واحده؟ لا طبعا، هي الها بتشترك في حاجات، لكن مش في المنطقه بتاعه العمل، بتشترك في بعض الايه الاشرطه او الواجهه الافتتاحيه. يمكن تحويل العرض التقديمي باوربوينت الى صفحات ويب، طبعا احنا قلنا ان انا عندي وانا بحفظ من قائمه فايل، ممكن اختار سيف ويب از ويب بيج. طيب يستخدم القالب تمبلت،
لتوحيد تنسيق العرض طبعا، صح؟ لما باخد قالب بكون فيه كل الايه الالوان والاشكال والخطوط والكلام ده. يمكن رؤية العرض التقديمي على شاشة الكمبيوتر، ما احنا شايفينه، ويمكن طباعته على الورق. اه عادي ممكن. في شبكة الكمبيوتر يمكن المشاركة في الطباعة برينتر اللي هي الايه المواد، تمام؟ ولا يمكن المشاركة في البرامج او السوفت وير، كنا قلناها في الاول خالص طبعا غلط. انا ممكن اشارك في كله. البروتوكول يعتبر من عناصر الاتصال المنطقي في شبكات الكمبيوتر، طبعا صح. لا يؤثر هيئة الشبكة أو تصميمها على سرعة تدفق البيانات، طبعا غلط، ده بيأثر تأثير كبير جدا. من الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت خدمة التجارة الإلكترونية، البيع والشراء عبر الإنترنت، صح. يمكن استعراض صفحات الإنترنت بدون مستعرض. أنت ما عندكش على الموبايل مثلا أو الكمبيوتر جوجل كروم، هتقدر تدخل؟ لا، مش عندك فرصة، مش عارف. لازم مستعرض عشان أستعرض الإيه؟ صفحات. السؤال اللي بعده، من الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت إيه؟ منع انقطاع ولا بروتوكول ولا انزال البرامج الداونلود. من اشهر هيئات الشبكه، طبعا اشهر هيئات الشبكه اللي هو هيئه النقل او الخط، ديت الايه اي ابسط نوع من انواع الهيئات. من اجهزه الربط، الهب جهاز ربط، السويتش ربط. طب الراوتر دي توجيه بس، احنا قلنا يستخدم توجيه وربط بجميع ما سبق. لارسال بريد الكتروني بدون ذكر الجهه المرسله اليها في نهايه الرساله، طبعا نسخه مخفيه بي سي سي عشان مش حد يعرف انا بعت الايه لمين، لكن النسخه الكربونيه بيظهر ان انا بعت لاكثر من حد. المرسل اليه تو طبعا ديت بيظهر للكل الناس اللي بعت لها. البرنامج المسؤول عن تنظيم البريد الالكتروني يطلق عليه السكرتاريه الالكترونيه مايكروسوفت اوتلوك. سؤال ما بيقول لي هنا وصل. طيب هنا البروتوكول تبادل الملفات، طبعا تبادل الملفات اف تي بي. الشبكة العنكبوتية اللي هي الثلاثة دبليو وورلد وايد ويب. شبكة واسعة اللي هي الوان، أما اللان فشبكة محلية. محرك البحث طبعا جوجل. عنوان محدد على الإنترنت اللي هي العناصر بتاعة العنوان بنسميها اليو ار ال. نشاط تعليمي اللي هو الإديوكيشن، اي دي يو اختصار إديوكيشن، اي دي يو، تمام. طيب السؤال اللي بعد الامتحان معلش. تعتبر هيئة الناقل أو الخطي باس توبولوجي من أفضل أنواع الهيئات، طبعا لا ده دي يعتبر أول نوع من أنواع الهيئات وهي أقل أنواع الهيئات وأكثرها عيوب كمان. طيب كل برنامج من حزمة أوفيس له واجهة مختلفة تماما ولا يوجد تشابه بينهم. احنا قلنا في تشابه بينهم من حيث الواجهة الافتتاحية لكن في اختلاف، لكن هنا بقول ولا يوجد تشابه يبقى غلط. عند طباعة العرض يمكن طباعة أكثر من شريحة في ورقة واحدة، أو طبعًا أنا ممكن مثلًا في الورقة الواحدة أطبع ورقتين، أطبع شريحتين، أطبع ثلاثة أربعة زي ما أنا عايز. اثنين أربعة كلام، طيب يبقى صح؟ لإضافة شريحة جديدة من قائمة فايل، طبعًا غلط، إحنا قلنا قبل كده كان يجي نفس السؤال، من قائمة إنسيرت. يمكن أن تحتوي الشريحة في برنامج الباوربوينت على جداول ورسوم بيانية، أو طبعًا عادي وصور وفيديو كل اللي أنا عايزه. بقول لي اذكر لي الثلاثة من مكونات الشاشة الافتتاحية لبرنامج العروض التقدمية باربوينت. طبعا احنا قلنا شريط العنوان، شريط القائم، شريط ادوات التنسيق، ادوات القياسي، منطقة المهام، شريط المعلومات او الاستاتيوس بار اللي هو شريط الحالة اللي يكون تحت. السؤال الثاني اكمل. احد عناصر تصميم القوالب وتستخدم للمحافظة على شكل موحد للشرائح العرض. طبعا الشريحة الايه الرئيسية او اللي هي الماستر سلايد. موقع البحث في الانترنت كثيرة ومتنوعة، من اشهرها طبعا عندي الجوجل والياهو والالت فيزتا. لحفظ العرض التقديمي برزنتيشن نفتح قائمه فايل ونختار سيف از. ادراج صوره من معرض نفتح قائمه، طبعا ادراج يبقى على طول انسرت او قائمه الادراج، نختار منها بيكتشر ثم نختار اكليب ارت اللي هو جاي لها. هي الشبكه العالميه تربط الاف الشبكات، طبعا دي شبكه الانترنت او الانترنت. يمكن تقسيم الشبكه من حيث المدى الجغرافي الى التي تغطيه، من حيث طبعا شبكه محليه اللي هي لان اللي ان، وشبكه واسعه المجال اللي هي وان دبليو ان. اتمنى اكون لمينا كل المنهج ونكون وفقنا. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تفوتش علينا بالاعجاب واشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، ولو في اي حاجه اكتبوا في التعليق وانا هرد عليكم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.